بند التالي. البند الثالث الاستجوابات. الاستجواب الموجه من العضو صالح أحمد عاشور لسمو رئيس مجلس وزراء في شأن المحور الأول تهاون الحكومة وقصور إجراءاتها وسوء استعمال السلطة في قضية الإيداعات البنكية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور. المحور الثاني التهاون والمماطلة والتسويف في تطبيق القانون. المحور الثالث التفريط بالمال العام والاعتداء والتجاوزات المالية في قضية التحويلات الخارجية. المحور الرابع البدون وتعريض المصالح العليا والأمن الداخلي للخطر. المحور الخامس عدم تقديم الحكومة برنامج عملها بما يمثل انتهاكا صارخا للدستور. الأخ وزير الإعلام. شكرا لأخ الرئيس. الأخ الرئيس في البداية أود أن أؤكد بأن الحكومة تنوي التعامل بكل إيجابية وفق الحدود القانونية والدستورية لكل ما يرد لها من مجلسكم الموقر، ولكن طول العمر استنادا إلى المادة 135 من اللائحة التي تضع الأسلوب الأمثل أو الأسلوب القانوني للتعامل مع الاستجوابات، أطلب من مجلسكم الموقر تأجيل هذا البند إلى حين حضور من وجه الاستجواب لسماع أقواله، لأن ليس لنا أن نناقش هذا الموضوع، علما بأن سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء مرتبط حاليا بظروف قاهرة وهي متمثلة باستقبال ضيف الكويت رئيس الوزراء العراقي الذي موجود في المطار حاليا. شكرا سعادة الرئيس. شكرا لك وزير الإعلام. أولا أريد أن أنبه إلى شغلة، طلب التأجيل وفقا لنص المادة 135 نأخر لغاية ما يجي رئيس الوزراء ممكن، نعم يعني يؤخر إلى أن يأتي رئيس الوزراء، لأن التأجيل لا يمكن يكون إلا بطلب من وجه الاستجواب. هيا ذكروني يا أخوان، كنا أجلنا الاستجواب بسبب غياب الارتباط حيا سمو رئيس مجلس الوزراء، الآن سمو رئيس الوزراء حضر وأيضا طلب بأنه يطرح الأمر من جديد باعتباره أيضا عنده التزام آخر مع رئيس مجلس الوزراء العراقي. في موافقة؟ موافقة. تفضل أخ سمو رئيس مجلس الوزراء. شكرا أخ الرئيس. أنا آسف جدا أخ الرئيس بأن أنا غير جاهز أيضا للاستجواب، وأقدم اعتذاري لأخواني أعضاء مجلس الأمة وأخي أيضا عاشور، أعتذر أيضا عن أني مستعد اليوم، وأرجو الموافقة على إعطاء المهلة الدستورية في هذا الشأن. تحديد موعد، حددت موعد. أرجو بس عشان أستطيع أن أعرض على الإخوان الاقتراح، هل المطلوب تأجيل استعمال الحق بمد الفترة إلى أسبوعين؟ بس عشان أفهم، أنا أريد أفهم بس، أريد أفهم شو المطلوب منك أنت تحدد. نعم، مد الفترة إلى أسبوعين. موافقة دستورية. المدة القانونية يمكن مناقشتها بعد 8 أيام، يعني يمكن مناقشة الاستجواب بكرة إذا تحب، لكن بإمكانك أن تمد الفترة هذه إلى أسبوعين، يعني إلى الأربعاء القادم، ويجاب إلى طلبك بدون تصويت. فهل ماشي؟ إذا في طلب الآن بمد الفترة إلى أسبوعين، وبالتالي سيكون موعد الاستجواب. تفضل. أطلب موافقة المجلس على أسبوعين أخ الرئيس. أربعة قادم. إذن الطلب هو أن تمد، هو تمديد الفترة إلى أسبوعين بدل 8 أيام، وبالتالي يصبح الموعد هو يوم الأربعاء القادم، وستكون في جلسة خاصة. إذن تؤجل مناقشة الاستجواب إلى يوم الأربعاء القادم، وستكون جلسة خاصة.